نحن الآن في ميسرة الجبهة، جبهة سرواح. تبدأ الجبهة من هنا، هذه هي آخر أو طرف ميسرة الجبهة. خلفي تماما يقع سوق سرواح أو ما يسمى مركز المديرية. إذا كان المصور يستطيع أن يظهر تلك المباني، هي مركز سرواح. الجبهة تبدأ من هنا من طرف الميسرة وتنتهي في الطرف الآخر ما يسمى ميمنة الجبهة. بدأ رجال المقاومة والجيش الوطني دخلوا في اليومين الماضيين، فتحت الجبهة هذه خلف هذين الجبلين. هناك معارك شرسة تدور على مدار اليومين السابقين، ومعنا هنا أحد رجال المقاومة يخبرنا عن سير المعارك. ما الذي يحدث بالضبط هنا؟ والله فيه مجاميع دخلت من هنا على وادي ربيعة، وبيقطعوا على لما يدخلوا مع وادي ربيعة من هنا، وإن شاء الله بتنحسم المعركة إذا نجحوا في ما هو السبب أو ما هو الهدف من فتح جبهة أخرى أو تمديد الجبهة السابقة من بالالتفاف من هذين الجبلين؟ ما هو الهدف؟ والله الهدف حسم المعركة إن شاء الله، معركة سرواح. إذا قد كيف وصلوا هنا؟ إذا وصلوا هنا أكيد بتنحسم المعركة، ما عاد شيء. فنقطع عليهم الإمداد من هناك وعلى ذيف الأشقري وخلاص وانتهى. إذن هو نفس السيناريو تقريبا، سيناريو جبهة الجفينة سابقا. يحاول الجيش الآن بمساندة أو بمشاركة المقاومة الشعبية من الالتفاف والسيطرة على هذه التباب من خلف هذين الجبلين والسيطرة على تلك التباب. إذا كان المصور يستطيع إظهار تلك القذيفة التي وصلت الآن إلى رأس تلك التبة، هذه الآن الجيش يحاول كما قلنا السيطرة على هذه التباب لقطع الإمداد على باقي الجبهات في ميمنة الجبهة. يحيى السواري، قناة بلقيس، مأرب.